سبق في أول، هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أول جلستنا هنا. يقول السائل: قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين، فهل هناك حديث يقول من كان حالفا فليحلف بالله؟ الجواب نعم، هذا حديث صحيح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن قول القائل عليه الحرام هذا من باب العقد والنذر، والشارع الحكيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشارع الحكيم تفضلوا السلام ورحمة الله وبركاته. الشارع الحكيم عامل هذا القول علي الحرام معاملة اليمين، كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يأتي به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نذر أن يفعل شيئا محرما مثلا لله علي، إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما وفرح شبابي ونجح فعلا، فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر، لما هو معلوم من قوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال عليه السلام: كفارة النذر كفارة اليمين. فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به بطاعة منه لربه، جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين. كذلك هذا الذي يقول علي الحرام علي الطلاق وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين، وليس هو حلف بغير الله، لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته. خلاصة القول أن حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت حديث صحيح، وأما علي اليمين وعلي الطلاق وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع، فهو ليس حالفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى. الطلاق معنى بيستعمله هو احنا نحضره عن ذكر كثير اشهر الشيخ شوي نعم اشهر شوي اشهر شوي سبقه كبيعة وكاشة طلاق وشرح طلاق وخيء من شرع الله فأنتم تقول بحكم الله كذا فهو متعلقة بالله قريب والله ممكن على كل حال بلغ الجماعة رأيك في الموضوع يعني حلية الطلاق مما يؤكد يعني رأي أنه لا يدخل فيه مجال الشرع، أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله، فهو يقول ما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا يعني بشرع الله، فهو شيء من الحلف بصفات الله لما شرعه الله بدينه، فلا يدخل فيه مجال يعني عليه الصلاح مثلا لا تشابه ليقول غير من زوجته أنت عليها لا 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 تشابه. الثالث أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء، أما عليه الطلاق فهو يمين.
أو بمثابه ما قال والله علي المعنى ملزمته، بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرج، بنفس المعنى حينما قال علي الطلاق لا تخرجي من البيت، فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين، وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه. هذا علي حبكم أو علي حبكم. وعليكم السلام وبركاته. على حسب المقام، على حسب المقام. إيه أنت بتواكي أن الزكاة نيته اليمين لا يقع طلاقا؟ إذا نحن لما بديش عليه ما جاوبت، ما جاوبت. إذا كان قال عليه الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا؟ لا يقع طلاقا. أما لأنه العمل بالنيات، هذا اجتهاد منا، لكن جيب دليل على ذلك النص. حاضر، جبت لك الدليل. شو الدليل؟ إنما العمل بالنيات. إذا هذا رجع للنية، ما رجع إنه حكم قطعي. يعني أنا شو عم أقول لك؟ أقول إنه هذا يمين. نعم، وسألتك وسألتك وما أجبت. سألت وما أجبت؟ إيه. لكن فقط سؤال سألتني إياه، ربما انا مات او عطى مات. انا من عيده، من عيده، من قول اذا علمت ان رجلا قال عليه الطلاق وهو يقصد بهذا القول ان يمنع زوجته من مخالفة امره ولا يقصد تطليقها، فهل هذا يعتبر طلاق ولا يمين؟ ما جاوبتني. لا انت، انت اعتذرت هذيك الساعة بانه لعلك ما فهمت السؤال. بدي اسألك سؤال فيه جواب، ما تريد، ما أظن. أنت تريد مني جواب على ذلك؟ ما أظن. وأنا بدي أسألك سؤال فيه نفس الجواب. ما أظن. تريد أسألك إياه؟ والله أنا ما أريد، لكن شان خاطرك ما لي شيء. إذا أنت تجرب حظك تفضل.